مشاهدينا برحب بيكم في لقاء جديد من بيت العيلة، بنلتقي فيه بأسرة جديدة، بنتعرف على أفرادها، بنشاركهم آرائهم، أفكارهم، طموحاتهم وأحلامهم. الحوار ممتد، المجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة مع العديد من المخرجين الكبار في كل من المجالين. هو ضيف حلقتنا لهذا اليوم، إنه المخرج الشاب معتز حسام وزوجته ربة المنزل السيدة نهال محمد عبد الله. أسرة عصرية صغيرة ذات طموح جامح تتحرك نحو المستقبل بثقة وبساطة وحب حول قضايا الفن المعاصر وحالة الدراما التلفزيونية المصرية، حول حالة السينما المصرية المعاصرة، حول تأثير الفن على الأسرة العصرية. تدور حلقتنا اليوم. مشاهدينا برحب بيكم مرة تانية في بيت العيلة مع أسرة جديدة. كعادتنا دايما أسرتنا بتبقى متميزة في مجال من المجالات. المجال اللي معانا النهاردة أو بنستضيف رب الأسرة هو متخصص فيه، هو المجال الفني وبالتحديد مجال الإخراج. معانا معتز حسام الدين وهو مخرج دراما، أهلا بيك. معانا نهال محمد زوجته، أهلا بيكي. خلوني اديكم فكرة عن معتز بعد اذنك. طبعا هو معتز ساعد في اخراج العديد من الاعمال الدرامية سواء للتلفزيون او السينما، اعمال منها احنا ارتبطنا بيها، اعمال ناجحة زي هي ودافنشي، زي حتف بحر، زي سبع بنات، زي شد اجزاء، اعمال تلفزيونية على سينمائية، وتعامل مع مجموعة من كبار المخرجين اللي كلهم كانوا بيؤكدوا انه مخرج واعد. تعامل مع المخرج الكبير محمد النقلي، تعامل مع المخرج الكبير جمال عبد الحميد، تعامل مع المخرج احمد النحاس، وكتير جدا من المخرجين اللي احنا هنعرفهم منك، وايضا اعمال كتير انا طبعا ما ذكرتهاش. بس البداية ارحب بيكم مرة تانية، وببدأ دايما بسؤال وبقول في حلقتنا سؤال بعيد عن الفن وعن الشغل، برجعكم بقى لورا شوية، واول لقاء اول تعارف بينكم تم ازاي؟ كان من كتير قوي، من يعني كان 8 سنين. 8 سنين تقريبا. انتوا متجوزين بقالكم 4 4 سنين، لكن اول مره قابلتوا بعض من 8 من 8 سنين. يعني في 4 سنين كده راحوا احنا مش عارفين فين بالظبط. هنعرف بقى دلوقتي. هي نهال كانت في فنون جميله وانا كليه اداب جامعه عين شمس. حصل ان في حد مشترك بينا، يعني صديق مشترك بينا، هو اللي اتعرفنا على بعض عن طريق رحله وكده كنا طالعينها سوا، وسبحان الله بقى هو النصيب كده يعني في رحله. ما كنتش لا انا طالعها ولا هي طالعاها اصلا. تمام. ما كناش نعرف حد يعني بعض ولا شفنا بعض قبل بس كده، بس اخدت وقت يعني زي ما بقول في 4 سنين. طبعا قعدنا يعني عرفنا بعض فيها فتره كبيره، اتخطبنا بقى سنتين كاملين. بس بتكونوا بقى نفسكم في السنتين زي اي شابين، ان انتوا صغيرين بالظبط. وبداتوا واضح الارتباط برضو، كنتوا اصغر من كده 8 سنين، فيعني بالظبط كان عندي 22 سنه تقريبا يعني قليل قوي بالظبط. فلازم تاخدوا وقت على بال بقى ما تحضروا نفسكم وترتبطوا، لكن نقدر نقول ان مش جواز تقليدي. لا لا لا، بعيد تماما عن الجواز التقليدي. لا لا لا، وانتوا الاثنين صرحتوا بعض في نفس الوقت؟ يعني قولوا لنا اسرار شويه. لا انا اللي قلت الاول. ولو ما قلتش هتقول كده على فكره. لا 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 لا، ده اللي حصل فعلا. اصل مش معقول كل حلقه بنستضيفها وكل اسره بنستضيفها بيبقى الراجل يعني هو اللي ده الطبيعي، يبقى هو اللي بيقدر يعني. تروح تقول ايوه اكيد ما فيش. فانا اللي ابتديت الاول موضوع، لقيت قبول بقى ولقيت قبول، فده اللي شجعني. انت بتقولي في كلامك دلوقتي ان انت خريج اداب جامعه عين شمس، يعني حاجه مالهاش علاقه بالاخراج والفن خالص. بالظبط. طب ازاي بقى النقله دي جت؟ بصي اقول لحضرتك، هو الموضوع من زمان قوي. انا كنت داخل مجال الفن عن طريق التمثيل، يعني كنت بمثل وانا صغير،
وبعدين لما كبرت شوية اتجهت الإخراج، حسيت إن موضوع الإخراج أقوى، وحسيت إن يعني إيه أكلم حاجة بصراحة أكتر يعني الاجتهاد فيه يجيب عائد. بالظبط خلينا كده صراحة، من الآخر عكس يجيب همه يعني زي ما بنقول كده، بالظبط يعني شغل اداب بقى وموظف وهتجتهد وممكن تشتغل يعني شغل لا وظيفتين مش قصدي من الناحية المادية، أنا بتكلم بالمقارنة بين التمثيل والإخراج. يعني انا دخلت وانا صغير جدا التمثيل وكنت بحب التمثيل جدا، بس لما كبرت شويه ووعيت حسيت ان الاخراج هو شامل كل حاجه، مع احترامي طبعا لكل الممثلين، بس الاخراج هو الموضوع، هو القائد العمل. هو ايوه هو بالظبط القائد اللي هو هو بياخد القائد، كل الممثل مهما كان هو شيء من ضمن حاجات كتير قوي. ومش بيتحكم في ادوات كتير من العمليه. بالظبط، فحسيت ان الموضوع الاخراج اشمل، وحسيت ان الموضوع الاخراج على قد ما انت ما بتجتهد على قد ما انت ما بتلاقي. ايوه بس انت هنا بتقارن لي التمثيل والاخراج. بالظبط. انا كنت عايزه بسالك يعني ازاي لا من انا اصلا ما لما اشتغلتش بأداب عين شمس، ما اشتغلتش لا بالدراسة انا بتاعتك قدمت في ونقلت انا قدمت في للإخراج. معهد السينما، يعني كانت بدايتي الاول ان انا كنت عايز ادخل معهد السينما، وقدمت في معهد السينما بس ما حصلش نصيب، ايوه قدمت سنتين ورا بعض وما قبلتش، فحاجه من الاتنين، يا اما خلاص اسيب الموضوع واتجه بقى لاي شغل تاني في المجال ده انا بدرسه، يا اما افضل وراه وزي ما تيجي تيجي، فانا فضلت وراه. فضلت ورا، بالظبط. اصريت. اه طبعا قعدت تعمل كام محاولة كده؟ اصل انا عشان بص كتير، اكيد شباب كتير بيسمع، عملت كام محاولة وفشلت لغاية لما يعني يعني انا بدايتي في الاول نزلت اتدربت، ما كنتش اعرف حد بقى، فنزلت اتدربت في شركة اعلانات بدون ذكر اسمها، يعني شركة اعلانات كبيرة، قعدت سنتين من عمري بتدرب في شركة الاعلانات دي ما باخدش جنيه، ما عنديش مشكلة أنا عايز أتعلم بس. وبعدين صادفت في مرة إن أنا قابلت الأستاذ جمال عبد الحميد، فهو كان عارفني عن طريق إن أنا مثلت معاه زمان في حاجة، فقلت له أنا عايز أنزل معاك مساعد مخرج، وهو بصراحة ليه فضل عليا كبير قوي في إن أنا وصلت له لحد دلوقتي، إن هو يعني هو اللي ساعدني، وإن أنا ابتديت معاه لحد من وأنا تريننج لحد ما بقيت مخرج مساعد أو مساعد أول. قعدت كام سنة بقى معاه قعدت تريننج كده؟ تريننج سنتين في شركة الإعلانات دي، وقعدت مع أستاذ جمال حميد هي سنة واحدة وما كملتهاش، هو مسلسل، وسبحان الله يعني جت من عند ربنا إن أنا كنت مسلسل بتدرب فيه، وحصل دروب مع مساعد مخرج ما في وسط المسلسل، حصل له ظرف ومشي، فكان عنده حل من الاتنين، يا إما يجيب حد يكمل الشغلانة يا إما يصعد حد من اللي موجودين، فاللي حصل معايا إن هو صعدني، تعالى انت نقول بتتدرب. بقى يعني ده توفيق من عند ربنا واصرار طبعا منك طبعا وحظ. ونرجع تاني لحاجه مهمه قوي، المخرج الكبير القدوه اللي يتبنى حد ويساعده ويديله الفرصه، لان مش موجوده كتير، هي موجوده عند جيل معين، جيل الاستاذ جمال عبد الحميد، جيل لا الاستاذ اقول محمد لحضرتك على نقلي. حاجه، لا موجوده عند ناس كتير جدا، بس لما بيلاقي في المساعد حاجه هو شافها في نفسه، حاجه هو شايف ان في نفسه او شايف ان ده يستاهل ده، او بيجتهد وعايز يثبت وجوده في وسط الناس، فممكن يديله الفرصه دي. ايوه بس فده اللي حصل معايا مع استاذ جمال. شاف فيك ايه اجتهاده مثلا؟ طبعا شاف ان انا عايز اوصل وعايز اعمل حاجه، وان انا بجتهد، وان انا يعني بعمل حاجات كتير قوي بره شغلي بس عشان عايز اتعلم وعايز اعرف. فالاول ما فرصه بقت موجوده خلاص تعالى انت اعمل الشغلانه دي، ايوه فكانت طبعا تجربه بالنسبه لي صعبه جدا، كان المسلسل كبير وكان في ناس كتير ومسؤوليه كبيره عليا، فيا تثبت وجودك يا اما مش هتبقى موجود، ايوه فالحمد لله ربنا كرمني وان انا ثبت وجودي في الحته دي كنت وكملت قد معاه. التحدي يعني. بالظبط، وكان موضوع صعب جدا ومولود عليا لان المسلسل كبير وانا مش يعني لسه مش مذاكر قوي الحته اللي هو كلفني بيها دي، فالحمد لله اثبت فيها وجودي، فبقى خلاص هو بعد كده انا من الفريق الاساسي ايوه مش مجرد حد بيتدرب، واحده واحده بقى جت. بس هو الراجل ده صاحب الفضل عليا، افضل اقولها طول عمري ان هو خلاني اصلا مساعد مخرج. ومحطات بقى كتير، محطات بقى كتير دي يعني. محطة منه. قولي لي انت بالنسبة لك كانت حاجة مشجعة ولا حاجة تقلق انه بيشتغل في مجال السينما والفن والتلفزيون وفنانين وفنانات، ده بالك انت فنانات بقى ايوه مش انا حاجة تقلق وحاجة تخلي الست او الزوجة على طول كده قلقانة؟ يعني بصي انا من شخصية معتز، لا ما تخلينيش اقلق من اي حاجة، حتى لو هو وسط مليون بنت
هو شخصيته حتى يعني حتى لو انا وحشه مثلا انا عارفه زي ان العمل القمر يا عيني ربنا يخليك على فكرة. حضرتك القمر، بس يعني بجد شخصيته تخليني اثق فيه، ما تخلينيش اقلق من اي حاجه مهما كان ملكات جمال حواليه. لا يعني عادي. هو بس كان يعني اضافه لكلام نهال، هي عارفه من بدري قوي ان انا بحبها، عارفه من بدري قوي ان انا ان انت تاخد قرار ان انت عايز تتجوز وانت سنك صغير ده، وانت في مجال زي ده، بالظبط دي مش حاجه سهله الا لما تكون انت خلاص انت عارف في دماغك بني ادم معين، هو ده اللي انت عايز تستمر معاه، هو ده اللي انت عايز يبقى هو الدنيا كلها، وخلاص انا المجال بالنسبه لي هو الشغل لان مش اكتر هتلاقي من كده. معظم مجالهم ما بيتجوزوش بدري، يعني هتلاقيهم بقى عايشين حياتهم عادي وكده، لكن هو معتز عايز حياة الاستقرار، يعني بالظبط، هو اختار الطريق ده حياة بالظبط، دي كانت الاستقرار. بالنسبة لي مهمة جدا يعني. فهو ده اللي كان مطمنك بالاضافة لشخصية معتز. طبعا طب الناحية التانية بقى، مخرج وعليه ضغط وعليه قلق غير عادي، واكيد مختلف عن اي موظف مثلا عادي في البيت بالظبط كزوج بقى كانسان، انفعالاته حياته مواعيده، انت بتتأقلمي هو بقى؟ معتز كان اول ما بدأ الشغلين طبعا كان على طول قلقان وعلى طول متعصب وعلى طول، يعني فترة اللي ما بيبقاش فيه شغل ودي بيبقى فترة صعبة جدا، بس بدأت ما شاء الله الحمد لله لما بدأ يكبر في الشغل وكده الموضوع بقى عادي، ما بقاش بقى بيقلق زي الاول خالص. طبعا هدي عاقل يعني عن الاول عاقل. كتير، بس هي بقى مشكلتي، يعني مشكلتنا في حياة الاستقرار دي ان بيقعد وقت كبير جدا في الشغل، فهو ده اللي بيسبب لي دي المشكلة مشكلة. الأساسية. يعني احنا بنفسنا بنبعد عن بعض، يعني ما بنلحقش نتكلم مع بعض، ما بنلحقش نقعد مع بعض على زي فكرة دي فترة. ممكن تكون ميزة مش عيب. هي ناس كتير بتعتبرها ميزة، يعني ان أحيانا الاحتكاك نوحش الزيادة بقى. والتواجد الزيادة يعني بالظبط. ممكن ايوه يخلق صح، نوع من أنواع المشاكل، ممكن يخلق روتين وملل، ده حقيقي فعلا. فأكيد هو بيحاول يستغل بقى شوية وقعدهم مع بنته. هم بالمناسبة على فكرة عندهم بنت صوفيا، صوفيا عندها كام سنة؟ عندها سنة سنة وثمان وثمان شهور شهور صغيرة خالص يعني. آه. صوفيا برضو فرقت أكيد يعني طبعا معاكي أنت طبعا بقى في عدم الشعور بالملل اكيد، هي أكيد شغلة أنت. وقتي كله اصلا، يعني ما فيش وقت فراغ. طيب أنت بقى مفكرتيش أنا فين، طموحاتي فين، أنا عايزة، ما كانش ليكي حلم معين عايزة تحققيه؟ لا تمام، انا كنت تمام يعني، انا اوريدي اشتغلت في حاجات قبل ما ابقى حامل، بس مجرد ما بقيت حامل انا بدات يعني كلها اعمال حره، يعني كنت اشتغلت حاجات ستوري بورد اللي في اعلانات، واشتغلت طبعا كنت برسم لوحات برضو، حاجات يعني كلها حره، ما كانش حاجه موظفه يعني. ايوه بس لما بدات بقى ان انا اشتغل في، يعني كنت ابتدي اشتغل موظفه، بس اول ما حملت لا خلاص قعدت لكن مش معتز اللي قال اتصرفت. لك، لا خالص بالعكس، ده مش هي ما او انا عندكش اوريدي التفكير ده، اصلا ده هي صاحبة اوريدي قرارها خلاص تماما يعني. يعني، ما عنديش الحته دي خالص، وعندي ان خلاص انت طالما ده هيريحك، سواء عايز تشتغلي عايز تقعدي عايز تعملي اي حاجه، طالما انت مستريحه في ده انت تعمليه الله عليك. بس. بس هي خلاص صفيت يعني بعد لا انا كنت بتكلم سنتين قبل تبقى صوفي سنتين كان وخلاص. لا خالص بالعكس، انت اللي انت عايزاه انا اللي هيساعدك هدعمه هيساعدني يعني. بالظبط. طيب بمناسبة الكلام الجميل اللي بين زوجين وزوجين شباب، هنشوف مع بعض تقرير عن برضو العلاقات الزوجية والعلاقات بين الشباب، وهنرجع تاني نستكمل حوارنا معاكم. الاحترام بين الزوجين مطلوب، وهو الهدف الاول في بدايه الحياه الزوجيه. اهم حاجه في الحياه هي الاحترام، الاحترام لما يبقى متبادل بين الزوج وزوجته بتبقى حاجه كويسه جدا. العيال بيطلعوا يحترموا ابوهم وامهم وبيحترموا الناس وبيحترموا بعض. لو ما كانش في احترام بين الزوجين اكيد العلاقه هتفشل من اول يعني مشكله تيجي بينهم، لكن لما يكون في احترام يبقى في اكيد حل للمشكله. طبعا كل واحد ليه حقوق وعليه واجبات، اذا كل واحد امتثل للحقوق اللي عليه والواجبات انا اعتقد ان المساله تنجح. طول ما هو الزوج برضه مريح الزوجه هيبقى فيه احترام حب وكل حاجه. لازم يحسس الزوجه بكيانها، يحسسها بشخصيتها، يديها اعتبارها، يديها مقامها، لازم يكون في احترام بين الزوجين. الاسلوب الكويس بينهم وبين بعضهم لما تكون هي كويسه معاه
هي مش كويسه مش هتلاقي في احترام وهتلاقي في طلاق بسرعه زي اللي بيحصل في الايام دي. لو كل واحد عارف دوره واتبعه في الحياه الزوجيه واحترمه واداه بضمير وبموجب الشريعه الاسلاميه مش هيحصل مشاكل في بين الزوج والزوجه. الزوج عليه ان هو يراعي زوجته ويحسن معاشرتها ويحسن معاملتها بما يرضي الله ومن خلال إيمان وقوة إيمانه بالله سبحانه وتعالى وما تعلمه من خلق كريم في حسن معاملة الزوج وكذلك الزوج. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، بنستكمل حوارنا مع معتز حسام الدين المخرج ونهال محمد. واقول لكم ان احيانا لما الناس تتفرج كده ممكن تقول العلاقه يعني ورديه قوي ورومانسيه، لكن ما فيش علاقه كده على طول، اكيد في مشاكل عدت عليك وهتعدي. ايه اللي بيخلي المشاكل تقف عند حد معين ما توصلش لدرجه كبيره او تتطور توصل لشقاق بينكم؟ بصي، هو في حاجه لازم يبقى متفقين عليها من بدايه العلاقه اصلا، ان يبقى في احترام. طالما في احترام ومفيش كذب الموضوع منتهى، اي حاجه بقى مشكله ممكن تعدي. خلاص احنا بنحترم بعض، ففي حدود لاي مشكله ممكن تحصل، في ليميت معين ما ينفعش نعديه في الحوار مع بعض. طالما احنا صراحه مع بعض حتى لو كان الصراحه دي هتجيب مشكله، تمام. فده اللي بيخلي اي حاجه تعدي. زائد بقى حاجات كتير، زائد العشره، زائد بنتنا، كل ده احنا بنبص له. عشان بس طبعا الحياه مش ورديه، مفيش حد عايش حياه ورديه تماما يعني، بس طبعا اكيد بيحصل مشاكل. بس هي دي الحاجات اللي بتخلي الواحد يعدي الازمه بالزبط. يعدي المشاكل والحياه تمشي من غير ما يكون في حد شايل من حد، دي اهم حاجه بالزبط. وعشان ما حدش يشيل من حد لازم موضوع الاحترام ده طبعا، ان انا ما اتعداش الحدود، ما جرحش في اللي قدامي بالظبط. طيب عايزين نتكلم بقى على الشغل شويه. انا عارفه ان انت تعاملت مع مجموعه من المخرجين الكبار كمساعد، اكبر دليل على نجاحك ان هم بيطلبوك وان انت مستمر معاهم ومش بتشتغل مع المخرج عمل واحد بالزبط. لا اكتر من عمل، فده دليل على الاقل على الاقل شايف شغلك الحمد لله وهم شايفين فيك حاجه. تحب نتكلم، نبدا بمين من المخرجين الكبار؟ اتكلمنا عن الاستاذ جمال عبد الحميد، نتكلم عن مين تاني؟ ممكن نتكلم عن الاستاذ عبد العزيز حشاد، لان دي كانت مرحله مهمه جدا في حياتي. ايوه يعني اشتغلت مع ناس كتير جدا، مع اسامي كتير، سواء شباب او ناس كبار سنا شويه، بس الراجل ده فرق كتير جدا في حياتي. يعني الاستاذ جمال عبد الحميد فرق من ناحيه ان انا ابقى موجود، بس الاستاذ عبد العزيز حشاد فرق معايا مهنيا. انا عامل مع الاستاذ عبد العزيز تقريبا 4 مسلسلات. فرق معايا من الناحيه المهنيه او التكنيكال بمعنى اصح، ان اعرف يعني ايه اخراج بمعنى الكلمه، اعرف يعني ايه ان كل حاجه ليها حل، ان المخرج هو فعلا اللي عنده حلول لكل شيء. المخرج هو اللي بيحرك الموضوع كله، لازم يبقى عندك رؤيه شامله للسيناريو والحوار والاداء الممثل، زائد الفريمات، زائد زوايا الكاميرا، زائد العدسات، زائد كل الحاجات دي. وازاي تعرف تطور من نفسك لو حاجه انت مش عارفها؟ مفيش حاجه اسمها ان انت تبقى مش عارف المعلومه دي وما تسالش. يعني انت لازم تبقى فاهم كل حاجه واخد فكره عن كل من ابتداء من السيناريو والحوار، الورق المكتوب بالظبط، دور كل ممثل، اداء الممثل في كل مشهد، زوايا عدسات، فريمات، تصوير، اضاءه بالزبط. كل ده يبقى عندك في الحته دي. انا اتعلمتها من الراجل ده بصراحه، لان هو وهو سنه صغير، هو مش حد كبير، بس هو خد خبره كبيره قوي، لان هو اشتغل برضه مع مخرجين كبار قوي كمساعد فتره كبيره من الزمن. هو اصلا مونتير، فنقطه المونتاج، واستاذ جمال حميد برضه مونتير طبعا. ايوه، فنقطه المونتاج دي بتفرق جدا مع اي مخرج، بتخليه فاهم اكتر بالظبط، وكانه بيمنتج بقى كمان، هو بيخرج وبيسهل العمل على نفسه، بيمنتج في دماغه. الشوت ده هيركب ازاي هنا، وده مش هيركب ليه، وده ممكن يركب ليه، طب لو ما حل الشوت ده ايه. ايوه، فالحته المهنيه دي اكتر انا اتعلمتها من الراجل ده. ما فكرتش انت كمان تبقى تعرف مونتاج طبعا علشان ده يساعدك في شغلك اكتر؟ وهو كان اكتر حد بياخدني يعلمني ده، واستاذ جمال حميد طبعا عمل كده معايا. بس هو الراجل ده كان يعني ايه،
لان انا كنت معاه بشكل اخص مميز شويه دون عن اي حد. فكنت اكتر حد ببقى متواجد معاه في المونتاج هو. هو كان اللي بيسمح لي بالفرصه دي. فكان اي حاجه انا عايز اعرفها اي حاجه عايز اتعلمها هو. يعني قول الاستاذ عبد العزيز او المخرج عبد العزيز حشاد هو المدرسه الاولى اللي دخلت فيها. مش المدرسه الاولى بس المدرسه الاساسيه اللي فرقت كتير قوي. يعني شغلي معاه شيء قبليه وشغلي بعديه شيء تاني. الموضوع معايا اختلف تمام. طبعا طبعا وادله بالفضل يعني طول عمري الراجل. اشتغلت مع المخرج عبد العزيز حشاد في ايه؟ عملت معاه مسلسل اسمه ألوان الطيف ومسلسل الصعلوق وهي ودافينشي. بتحبي منهم ايه؟ اتفرجتي عليهم بصراحه كده كلهم؟ اكيد طبعا. لازم والله كلهم يعني.